صوتك كويس وسرعتك ما هيكش 40 كيلومتر في الساعه المناطق الساحليه. درجه الحراره عداها 27 من 26 درجه في المناطق الساحليه، بين 35 و40 في التوجيهات. وكل اجواء في سوسه وانت سبعون عطله وصلنا 4 مقاوش في سازر قوس من غيمه، ريح سرعتها 22 كيلومتر في 20 و31 درجه. من سوسه انطلوا على تطاوين نقاو نفس الاجواء سرعتها 15 كيلومتر 20 و34 درجه. تبحوا الى الطقس وانتم خليك. مازلنا مكملين مع رابط كيف في الرقم. بعد شويه اخبار رياضه مع حمزه المهيلي، اما تصويت وقايه الاخبار. يا فان توا 8:03 دقائق في تونس العشر. يا فان توا 8 الاخبار. يا فان توا 8:03 دقائق في تونس العشر و3 دقائق في موسكو. بكالوريا 2021 وعدد المترشحين يجاوز 146,120 تلميذ. ورئيس الحكومة هشام المشيشي وافق حاليا انطلاق امتحان البكالوريا في ليسي الفراغ في بورنجية. ومن ليسي خزندار في منوبة ينضم لنا مبعوثنا أسامة صافي. أسامة صباح النور. صباح النور سلمى، مرحبا. شكرا على الاستعداد.